معايا عبر سكايب الآن ميجيل أنخيل جاموندي، المدير الفني الأسبق لفريق الوداد المغربي. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Thank you very much. You are welcome. I'm very شكرا happy لكم to على be استضافتكم الكريمة، وسعيد جدا بوجودي معك عبر قناتك. بالتأكيد الحدث الأبرز الآن هي المواجهة التي تنطلق بعد ساعات إن شاء الله، مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا. كيف ترى هذه المواجهة؟ As you say, I think طبعا مثل ما قلت تحديدا هو من أكبر التحديات، بل هو أبرز مباراة، حيث أنها المباراة النهائية، أهم مباراة في القارة. الأهلي معروف بوصوله للنهائيات بالعديد من المرات. الأهلي يظهر براعة عالية، ولذلك لأنه كان يلعب بشكل متناغم للغاية، أنا أعتقد أن الأهلي سوف يكون في حال أفضل. أنت شايف أن الأهلي أمام الوداد سيكون له الأفضلية في هذه المواجهة، لماذا ترى أن الأهلي سيكون له الأفضلية في هذه المواجهة؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن يثبت رونقه في مباراة الغد. الخطة للأهلي تحاول السيطرة على الميدان، ويكون لك السيطرة والاستحواذ طول المباراة خلال 90 دقيقة. الغد الأهلي سوف يؤدي أداء رائعا وجيدا للغاية. أنا أعتقد أن الوداد المغربي سوف يحاول أن يدافع بضراوة ويحاول أن يكسب المباراة في كازابلانكا. دربت الوداد ولعبت أمام النادي الأهلي عام 2020، في رأيك ما الذي تغير عن 2020 بالنسبة للوداد وأيضا بالنسبة للنادي الأهلي في 2023؟ أنا أعتقد أن الأهلي أقوى بكثير من خلال الخبرة الرائعة التي يتحلى بها لاعبي الأهلي، وعقلية الفوز التي تؤهله للتأهل للنهائيات المتتالية، فبالتالي سوف يبلي بلاء حسنا. ولكن هي تعتمد على حالة اللقاء وأحداث المباراة، لكن الأهلي بالطبع فريق قوي للغاية ويحرز العديد من الأهداف، وأيضا الأهلي في حالة جيدة، وأنه لديه تناغم وتماسك جيد للغاية. طبعا اللاعبين الأهلي سعيدين جدا بلعب هذه المنافسات وهذه النهائيات المتتالية. دربت الوداد من قبل وتعرف معظم لاعبي الوداد، ما في رأيك أبرز نقاط قوة فريق الوداد وأيضا نقاط ضعفه بكل تأكيد؟ هذا يعتمد على تحليل المدرب. طبعا النقاط القوة التي يلعب عليها المدير الفني بالنسبة للعام السابق والموسم المنصرم، بالنسبة على مستوى الدفاعي والمستوى الهجومي، كان الوداد لديه العديد من النجوم، ولكن بالرغم كان هنالك أيضا بعض الإصابات زي يحيى جبران، ولكن الآن اللعيبة الخاصة بالوداد هم في مستوى عالي للغاية بأن يصلوا للنهائي للعام الثاني. المباراة هامة للوداد واللقب هام للوداد، وأنهم يحاربون ويقاتلون من أجل الحصول على اللقب، حتى في مواجهتهم أظهروا ذلك أمام سان داونز. لعبوا بشكل جيد، هم يحاولون أن يمسكوا زمام المباراة على النادي الأهلي. أرى أن هنالك أيضا تماسكا لفريق الوداد أظهروه مؤخرا على صعيد اللاعبين، ولدينا العديد من اللاعبين الممتازين. بالنسبة للأهلي سوف يضم المجموعة متميزة بالنسبة للشناوي وعلي معلول وبرسيتاو
وكهربا بالتأكيد، فبالتالي هم لاعبين جيدين ومهمين للغاية، فبالتالي سوف يواجه الوداد صعوبة كبيرة. قلت لي انك شايف ان الافضلية للاهلي في مباراة الذهاب في القاهرة على الوداد، وقلت ان الوداد ممكن يفوز في كاسابلانكا في المجمل بعد مباراتي الذهاب والعودة. تتوقع من له الافضلية في الفوز بهذه البطولة، الاهلي ام الوداد؟ أود أن أخبرك أن الأهلي لعب خارج ملعبه بطريقة رائعة في كازابلانكا أمام الرجاء. إذا الأهلي استمر بنفس الأداء وبنفس الحالة سوف يكون لقاء صعبا للغاية للوداد في كازابلانكا. طبعا اللعب في كازابلانكا سوف يحاول الجمهور الفريق الودادي الأحمر أنه يحمس اللاعبين تجاه لاعبين النادي الأهلي لعمل أداء أكثر من رائع. في البداية أود أن أقول أن هنالك أفضلية وميزة للأهلي للحصول على اللقب الأفريقي، لأن الأهلي لديه تاريخ عريق وكبير للغاية. لعبت أمام النادي الأهلي في عام 2020 نسخة 2020 وتتابعه الآن في 2023، أي نسخة في رأيك الأفضل بالنسبة للنادي الأهلي، نسخة 2020 أم نسخة 2023؟ من الصعب جدا علي المقارنة بين التشكيلتين. لدينا العديد من اللاعبين الممتازين، ولكن في نسخة 2023 هذا الفريق يبدو رائعا فنيا وخططيا على أعلى مستوى، يلعبون الكرة بشكل رائع، والأهلي هو المسيطر والمهيمن في هذا التوقيت تحديدا. بعيدا عن هذه المواجهة، عايز استغل تواجدك معايا واسألك، اليوم أعلن باريس سان جيرمان رسميا عن رحيل ليونيل ميسي، في رأيك أي من العروض الأفضل ليونيل ميسي، الانتقال إلى الهلال السعودي أم الانتقال أو العودة إلى برشلونة أم الانتقال إلى الدوري الأمريكي؟ If is the legal issues there are okay, I think he will go to Barcelona. أنا أعتقد أنه سوف يعود إلى برشلونة، سوف يكون عرضا أفضل ليلعب بدوري أبطال أوروبا والمستوى العالي من المنافسات الرائعة. هنالك أمور مختلفة ليحسم بها تاريخه العريق. يمكنه اللعب في أمريكا، يمكنه اللعب أو يذهب إلى برشلونة مرة أخرى. أنا أفضل أنه سوف ينهي مسيرته في نادي برشلونة. سؤالي الأخير لك شخصيا، وعلى بالنسبة لي مسيرتك المهنية، لك تجارب عديدة في المنطقة العربية والأفريقية، الترجي، الوداد، صن داونز وفرق ومنتخبات أخرى، هل تأمل أو تنظر إلى التدريب في مصر في المستقبل القريب؟ بالطبع، في العديد من الأوقات كنت أفكر بالذهاب للدوري المصري والأندية المصرية للتدريب. أنا كنت أدرب في المغرب وتونس والجزائر وليبيا والسعودية، العديد من الدول الإفريقية. أنا أتابع الدوري المصري عن كثب وأعرف فلسفة العديد من المدربين المصريين وأفكارهم، وأتمنى في يوم من الأيام أنا أدرب في هذه الدوري الجميل والممتع. على ضوء متابعتك للدوري المصري والفرق المصرية، أي فريق ولو على سبيل التخيل، أي فريق تتمنى تدريبه في مصر؟
أنا لا أعرف حقا أي فريق. أنا أريد مشروعا جيدا للغاية. أنا أؤمن جدا بأن المشروع هو الأساس. أنا أحب أن أقوم بتعزيز وتنمية اللاعبين الصغار. أحب أن أشجع اللاعبين على عقلية الفوز وكيفية خوض اللقاءات على مستوى عالي. بعض الأحيان لا يمكنني القول أي فريق تفضل أن تذهب أو تدرب، ولكن هو أمر صعب. ميغيل أنخيل جاموندي المدير الفني الأسبق لفريق الوداد المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة في هذا البرنامج قبل مواجهة النادي الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. بشكرك شكرا جزيلا.